ختام المفاوضات بين زعيمي الصين الشعبية وروسيا، الرئيس شي جين بينغ ورئيس فلاديمير بوتين، المفاوضات التي جرت بضع ساعات، وتم توقيع البيان المشترك. وفي البيان المشترك أعرب الطرفان عن قلقهما بزيادة شدة التوتر من قبل الدول الغربية وخاصة في أوروبا وخاصة بخصوص أوكرانيا، الأزمة ما حول أوكرانيا. الرئيس شي قد أيد موقف روسيا بمواجهة الاستفزازات من قبل الغرب. علاوة على ذلك، ناقش الطرفان في جدول الأعمال الدولية بؤرات التوتر في العالم بما فيه الوضع في الشرق الأوسط والوضع في آسيا. طيب. سيد أندري، وكذلك بناء على هذا التحالف أو العصر الجديد، هل نتوقع تواجد أكبر للصين في الشرق الأوسط، خصوصا مع تضاؤل أو يعني عدم تواجد الأمريكان في الشرق الأوسط بشكل كبير؟ من الملاحظ أن الصين في الآونة الأخيرة باتت تلعب دورا أنشط في شؤون الشرق الأوسط، وهذا كان من المحتمل ومن المرتقب. ونحن نرى الآن أن الصين تنشط سياستها في هذه المنطقة. يجب القول أن السياسة الخارجية للصين في هذه المنطقة ترتكز في الأساس على الجانب الاقتصادي. في نفس الوقت الصين تواجه التوتر في المنطقة وتتقدم من أجل تخفيض شدة التوتر في العلاقات. حسب تصريحات الرئيسين، هذا العصر أو هذه العلاقات اليوم تدخل منحى جديد أو عصر جديد. ما هي أسس هذا العصر؟ على ماذا يعتمد أو يرتكز؟ الطرفان أيضا اتفقا بتوسيع الحسابات في بالعملتي القوميتين، هذا شيء مهم أيضا جدا. وفي نفس الوقت طبعا هذا الجانب الاقتصادي هو اليوم ثانوي بالمقارنة مع الجانب السياسي، وخاصة عندما نبحث في الوضع في أوروبا، الوضع الذي يتميز بالتعقد وبزيادة شدة التوتر. الصين وروسيا تتقدمان كتفا لكتف في سبيل تخفيض شدة التوتر وعودة الاستقرار في العلاقات الدولية في هذه المنطقة.